تحية طيبة مشاهدي الموريتانية في حلقة جديدة من برنامج الحوار الوطني. حلقتنا لهذه الليلة نخصصها لموضوع تم تناوله بكثرة في ورشة التعديلات الدستورية، وهو ما يخص تغيير الرموز الوطنية، النشيد والعلم الوطني. هذا الموضوع سيواكبه معنا كوكبة من المشاركين في الأيام في جلسات الحوار الوطني الشامل، وهم الدكتور محمد إسحاق سعد سيدة الأمين من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أهلا بك. أيضا معي المختار والمخيطير مستقل، أهلا بك. معي أيضا الأستاذ عبد الرحمن والمحمود الأمين العام المساعد لحزب التحالف الشعبي التقدمي، أهلا بك. وأخيرا معي محمد يحيى والحمود مستشار رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، أهلا بك. مشاهدينا الكرام، موضوعنا لهذه الليلة سيكون حول تغيير الرموز الوطنية والتي جاءت ضمن البنود التي شكلت الوثيقة التي تم التوافق عليها من قبل المشاركين في جلسات الحوار الوطني الشامل في ورشة التعديلات الدستورية. سنأخذ هذا العنصر التمهيدي ثم نعود إلى الضيوف في الاستوديو. يبدو أن الرموز الوطنية كان لها حظها من الحوار الوطني في شقه المتعلق بالإصلاحات الدستورية والسياسية، حيث طرحت المقترحات المتعلقة بالنشيد والعلم الوطني بقوة على الطاولة، فكان لها نصيبها من الأخذ والرد بين الأطراف المشاركة، مما جعلها على رأس القضايا التي تتصدر الرأي العام الوطني في الأسابيع الأخيرة. مقترحات متعددة حول الشكل العلمي وألوانه، وأخرى حول النشيد الوطني سواء من حيث المبنى أو من حيث المعنى، تقدمت بها عدة أطراف وجهات سياسية مشاركة، بل إن بعض الأطراف السياسية تقدمت بوثيقة ضمنتها كل تفاصيل رؤيتها وتصورها لشكل العلم وكلمات النشيد الوطني، فيما اكتفت بعض الأطراف الأخرى بالمطالبة الشفهية. هذا بالإضافة إلى أطراف أخرى أصدرت عدة بيانات بهذا الخصوص. وبالمجمل يبدو أن هناك توجه عام لمناقشة قضية الرموز الوطنية في الرأي العام، وإن ظلت مثار جدل وانقسام بين من يميل إلى تجديد الرموز الوطنية وبين من يميل إلى الإبقاء عليها بالشكل الحالي، وهو ما يثير السؤال حول مدى حضور الرموز الوطنية في جلسات النقاش، وما هي المبررات والمصوغات لإثارة موضوع الرموز الوطنية، ماذا عن أبرز التوجهات الحالية، وهل يمكن توقع مخرجات جديدة بخصوص الرموز الوطنية تحظى باتفاق جميع الأطراف؟ إذن شكرا للزميل محمد لمين الذي أعد هذا العنصر. أعود إلى الأستوديو وضيوفي. سأبدأ معك دكتور محمد إسحاق. ما مدى حضور تغيير الرموز الوطنية، العلم والنشيد الوطني في جلسات الحوار الوطني الشامل وخاصة في ورشة التعديلات الدستورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. أود في البداية أن أتوجه بتحية للمشاركين في الحوار الوطني على الروح الوطني اللي حركهم واللي خلاهم يتنداوا ويطرحوا القضايا الوطنية المهمة في جو من النقاش الهادف والرزين، واللي الهدف منه مولي لا مصلحة موريتاني والرقي بموريتانيا. ونختار نقول هنا تعلن ذي النخبة الثقافية والسياسية اللي تتحاور أنه في النهاية المرجعية هي الشعب الموريتاني، ولذلك هذا الحوار اللي موحول فيه هذه النخبة لا يتقدم مقترحات ولا يتقدم صياغة، لكن في النهاية الشعب الموريتاني هو المرجعية. هذا الحوار اللي مبارك معاه هو تعبير عن ذيك الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية اللي دائما يدعو إلى الحوار ويدعو إلى النقاش، وأن الناس يلا تتجابر وكل واحد يطرح وجهة نظره، وذيك وجهة النظر اللي يقتنعوا بها الموريتانية اللي هنا قبل كامل. فيما يخص الرموز الوطنية، يعني نختار نصحح شوي أنه على الأقل اللي طارح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ما هو تغيير، هو تعديل فيما يخص العلم. ما هو تغيير العلم؟ لأن تغيير العلم يعني لا نغيره بشكل كامل، لا، هو تعديل. هذا العلم اللي موجود الآن احنا ما لنا ضده، بالعكس هذا علم يا غير ظاهرنا أعلن هذا العلم أنه فيه هو كامل بصيغته إيجابي، لكن ثم نواقص يالتها هي اللي تعود حاضرة ولا هي حاضرة في العلم بصيغته هذه.
ديك النواغ السنه من المعروف على ان موريتانيا خلقت فيها مقاومه للاستعمار من اليوم الاول اللي جاء المستعمر. قاوموا هالموريتاني كاملين كلهم بذاك اللي يقدر يعدل من المقاوم، اللي قد يحمل السلاح يحمل السلاح، واللي يحمل القلم يحمل القلم، واللي اشكال المقاومه كامله، وانصهروا فيها هالموريتاني كاملين. فيهم اللي ناس اخرى ضحات من اجل موريتانيا في جبهات اخرى. يا الله تنحنا الموريتانيين اليوم هذه الناس اللي قدمت اغلى ما لديها، يا الله يظهر فم وجودها في الشعار الوطني. ومن هون الحزب قدم ذاك المقترح انه العلم يتم الاحتفاظ به كيف ما هو، يا غير ينضافوا له ذوك الشريطين الاحمرين للدلاله على ان دماء الشهداء انما ناسينها، وعلى ان ذم للوطن محصن بن اهله يموتوا دونه الان وفي المستقبل، واللي مات دون وراه هو ما هو منسي بل مخلد. وذا ظاهر لأن مسألة مهمة، وأعتقد أن الموريتانيين كاملين مهمة بالنسبة لهم، لأن قضية المقاومة هي قضية وطنية، ما هي قضية حزب ولا هي قضية أشخاص، وإنما قضية وطن. وهذا الوطن لابد يظهر أنه التضحية من أجله أنها تخلد وأنها مهمة، وأن رجاش ضحى من أجل هذا الوطن. يلتنا كاملين نعود حاسين بذاك الدين اللي قدم من أجل موريتاني، ونعترف له بذاك الدين، ويظهر ذاك الدين في أعز ما لدينا وهو الشعار الوطني، لأن العلم الوطني هو أهم شعار، لأنه هو اللي يعبر عنا، وهو اللي يظهر في المحافل لياك نعرفه. أنت ما تقدر ترفض موريتاني في قسبيها بليد، غير العلم من يظهر في كل مكان، ذاك يعبر عن موريتاني، يعبر عن قيمنا، ويعبر عن حضارتنا وعن ثقافتنا، ويعبر أيضا عن ذاكرتنا. وهذه الذاكرة فيها ذوك الشهداء. حد تري يقول لنا علينا منين نديروا ذوك ذاك ذوك الشريطين الأحمرين إن دنسنا العلم، هذا ما ينقال. إذا عاد دم المقاومة ودم الشهداء له يظهر في العلم عند البعض تدنيس له ذيك رؤية أخرى، لا أعتقد أن الموريتانيين يتقاسموها مع حد ذي وجهة نظره. أكثر ما يتقاسم الموريتانيين بالعكس هو الوفاء للشهداء والوفاء للأبطال اللي ضحوا من أجل موريتانيا، والتأكيد أيضا على أن جميعا مستعدين لتقديم ضريبة الدم وللتضحية من أجل موريتانيا. جيد، فيما يخص السؤال المحوري هو مدى حضور تغيير الرموز الوطنية في أيام الحوار الوطني الشامل، خاصة في ورشة التعديلات الدستورية؟ الرموز الوطنية لما قدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مقترحه أثار اهتمام وأثار نقاش واسع داخل هذه الورشة، وظهر أعلن هذا المقترح أنه مقترح أكيد أن الموريتانيين كلهم حين يصل إلى مرحلة الاستفتاء سيوافقون عليه، ولأنه يطرح قضية وطنية كيف ما قلت، قضية الرمز الوطني. الرمز الوطني وين قالوا رمز وطني، ما هو رمز حزب ولا هو رمز فئة ولا هو رمز جهة، هو رمز وطن كامل. لذلك يالته يعبر عن الوطن، ويعبر عن قيم الوطن، ويعبر عن ذاك اللي يجمعنا كاملين في موريتانيا، ويخلينا تعود موريتانيا مهمة عندنا، ونعود نموت من أجلها، ونعود ندافع عنها، ونعود نرفعوها لأعلى المراتب. وبالتالي النقاش حول هذا الموضوع هو نقاش فيه سخونة، ذيك السخونة تدل على أهمية الموضوع، لأن الموضوع منين يعود هامشي ما هو مرة حد ولا هو متلفت له، يا غير منين يثير ياسر من النقاش، معناها أنه مهم، معناها أن الناس مدركة على أن قضية محورية ويالة تنطرح. اللي متوقعين واللي له يخلق إن شاء الله ولا أن نوصلوا كاملين إلى صيغة موحدة تخرج علمنا بالصورة اللي لايقة بينا. شكرا دكتور. أنتقل إليك دكتور مختار، أنت كشخصية مستقلة مشاركة في الحوار، كيف ترى حضور تغيير الرموز الوطنية كالعلم والنشيد الوطني، خاصة في بعيدا عن الإطارات الحزبية في الجهات المستقلة وجهات المجتمع المدني؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. نختار على كوين نوه بهذا اللقاء اللي بالحقيقة يجابر فيه الآراء المختلفة، واللي تمكن أن نتخطى ياسر من العقبات. أظن عن الحوار على أنه آلية مهمة لتغيير ياسر من السلوك اللي تعيش مجتمع أثار في يمن، وعلى أن اتفاقيات والتفاهمات اللي تأخذ منه يلا تعود هي اللي تمكن من تخطي ذوك الأمور اللي حساس. فيما يخص هذا السؤال المهم، الرموز الوطنية كنشيد الوطني كالعلم، أنا أظن أنهم تغييرهم ما الله يكون بصفة إجماعية، إجماع شامل، إجماع وطني شامل، ما هو إلا الناس المحاورة في الوقت الراهن يقال هم اللي الوطنيين كاملين اللي مستعدين عليهم يدخلوا في الحوار. نظن على جميع القوى سواء كانت سياسية أو مجتمع مدني ما فيها المعارضة المحضة للنظام يلا تكون مشاركة
فيما يخص تغيير هذا الرموز الملكية، وقلت لابد لهم الإجماع الشامل. يا غير ملي قدسيتهم ما تسمح لهم ما يقدموا ملي يتم التعرض لهم، هم اللي على كون يقدعوا عدل ظرفية، وذيك ظرفية اللي قد تعود طرى ياسر من شيء عاد يالله يغير فيه ياسر من شيء. أهم ثوابت وهم مقدسات الله لأنهم ما يقدروا يمتسوا كيف الحوزة الترابية، كيف الوحدة الوطنية، كيف الدين الحنيف، هاو ثوابت ما يقدروا يمتسوا. يقال ثوابت أخرى عدلها عدتها مدة ظرفية ما قلت ما عدتها بيجمع الله لأنه قد لا يتم فيها البت قد تم فيها ياسر من نقاش. العلم قطعنا على أنه يقد يعود أهم قال الأخ على مثلا المقاومة على ما معطيها فالير أجوتي ما معطيها ذاك الدور وذاك يعطاها من شيء إيجابي، ونحن كأولاد هذه المقاومة يلا نعرفوا علينا يلا تقوم هي زاد يعطاها ذاك يلا يعطاها غير مي. المقاومة كانت كيف قال جميع الشعب الموريتاني على جميع أطياف القوام كان الشعب الموريتاني يلا يعود الشعب الموريتاني ذاك اللي قام منه كان ملي مخلد ومعروف ومديور في قائمة المناضلين اللي هم مناضلين كبار وكفاء شاركوا في المقاومة. طلعنا ما تم ظهور اسمائهم في بعض المواقع اللي يتكلموا عن المقاومة. إذا أنا أظن على إنه ما يلا يعود كبار قدسية من قد يمتس يقال مالي يلا يعود في إجماع وطني شامل. كيف قال نين يتم مداولته ومصادق عليه من خلال هذا الحوار الوطني الله يتم عرضه على الشعب اللي هو الفيصل هو اللي يمكن على إنه لكن القرار اللي قبل قرار منفذ يلا تبعوا الموريتاني أستاذ عبد الرحمن المحمود الأمين العام المساعد لحزب التحالف، أنتم في حزب التحالف الشعبي التقدمي كيف ترون التوجه العام للنقاش حول هذا الموضوع في الورشات؟ شكرا لتلفزة الوطنية الموريتانية على إعطاء هذه الفرصة. كما قال زملاء موضوع مهم، رموز الوطنية رموز ظلت رتحا من الزمن محفورة في ذاكرة الشعب الموريتاني وفيه البعض يستحيل أنها تتغير، وفيه البعض كما قال زملاء ما في شيء محفور. وإحنا وش تنورنا إعلان رموز ما يتعلق بالعلم مقترحات لا شك أنها عد الجيل انطلاقا من خلفية إسلامية موريتانية، وإحنا شخصيا التحالف الشعبي التقدمي شايفين عنها ما يتعلق بالعلم ما فهم ضرورة التغييره من اقتراح أو اقتراحين ويا الله يخليك تأني كما قال الدكتور ويخليك تشاور به اللي أنا شخصيا راع لأن ما يتعلق بالعلم ما يتعلق بالنجم من خلفية نجم أقسم فيه في القرآن الكريم، ما يتعلق باللون الأصفر اللون الأصفر ورد في القرآن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ما يتعلق باللون الأخضر اللون طبيعي يهدف الصدر وعالمي، والهلال أيضا هي اللي وردت في القرآن ومهمة للزمن والنجوم وهي الكواكب طبيعية جميع العالم يستوي في أهميتها. وبالتالي أنا ما أشوف أن هناك ضرورة للتغيير، والرأي اللي يقدم نحترمه لأهله خاصة اعتراض الأساسي عندي هو لون الأحمر، لون الأحمر اللي عاد يرمز للمقاومة عند بعض مكونات الشعب الآخر يرمز للشؤم يرمز الحروب يرمز الكثير من الشباب. بالتالي دلالته ما فيه ما هناك اتفاق عليها ومقارنة باللون الأخضر أو اللون الأزرق أو اللون الأصفر اللي عندهم دلالة إسلامية وعندهم دلالة كونية كواكب طبيعية ألوان وردت في القرآن ظاهر لنا يعني انطلاقا من المقارنة وانطلاقا منها نفضل اللي يبقى على العلم بهلاله وبنجمه
وألوانه. طيب أستاذ عبد الرحمن، السؤال المطروح هو برأيكم التوجه الذي أخذه طرح الموضوع في جلسات النقاش، ما هو التوجه العام إلى حد الساعة؟ طبعا المخرجات، التوجه العام فيه من هو موافق، فيه من هو محايد، والتوجه العام أن القضية مهمة وطنية يلا تشكل لها لجنة، ولا يلا مجرد اقتراح أو اقتراحين يجي مبتوث في القضية، لكن تشكل لها لجنة تأني وتدرس جميع الجوانب وتشارك فيها حتى الناس المستقلة والناس اللي ما شاركت، لأنها قضية وطنية ونحترم المقاومين ويقدر لا تجبر صيغة يخلدوا بها يوم وطني للمقاومين، كيف اللي يسمى عليهم مطار دولي، وبالتالي نحترمهم وقال يستحقوا كل شيء، غريبة مهمة ويلا تندرس بتأني. وإحنا ما رأينا أنها ريثما تتملك الدراسة المتأنية اللي تشارك فيها جميع الناس كاملة نحافظ عليه. جيد. أستاذ محمد يحيى، طبعا أنتم كعضو فاعل في هذا الحوار الوطني الشامل بصفتكم من المجتمع المدني المشارك بقوة، كيف ترون اتجاه النقاش وما هي أبرز الاتجاهات المطروحة؟ مثلا هل هنا البعض يتحدث عن أغلبية المشاركون يتجهون نحو التغيير، أنه لا عيب في تغيير الرموز الوطنية، الرموز الوطنية أخذت حسب ما يقولون شرعيتها من الدستور، والدستور أخذ شرعيته من الشعب، إذا كان الشعب يريد إلى حد ما تغيير الرموز الوطنية لما لا؟ شكرا لك طيبة. احنا زاد احنا بمناسبة هذا الحوار نهنئ الشعب الموريتاني لإجباره حول المشاكل الأساسية اللي تكون للمجتمع، وأكثر شيء أهمية ذا الفرع اللي نقال له الشعار، لأنه هو دعامة ذا اللي نقال المواطنة. إحنا لين تخرص تاريخنا ظهر اللي علمنا الاستقلال رأيناها بصفة قيصرية ولأننا مجمعين معها، ولكن اللي عدلنا كامل ما هو لا يعود فيه ذا الإجماع اللي ظهر إحنا نطالبه به كفاعلين. ظهر لي علمنا إحنا الأساسي لأن هذا شعار العالم والنشيد وشوخر ما ذكروا الخلطة شد أخباره وفهم في ذلك الورشة، هي كيف هذا اللي ينقال الخدمة الوطنية، لا بد من الوطن يعود عنده شيء يربطه بذل المجتمع بذل البلد اللي هو إياك قد يعود قناعته على أنه يخدم حياته ومماته لهذا المجتمع ده. وده أساسي. إحنا قضية العالم اقتراح هكذا ما لنا معترضين عليه كمجتمع مدني وخاصة في الورشات، يا غير قلنا على ان خالق شيء آخر مهم نقالوا الخدمة الوطنية، زاد هو يارتو ينبض بعين الاعتبار وينعرف له شيء، لانه هو اللي ده يمكن من شيء الاجيال الجاية على انها تعود عندها ارتباط. وانت يا ضركاتين انت تخرصين الشدن الوطني اللي أرى هو من اشبه الاناشيد، لانه فيه آية قرآنية وهذه رواية خاصة بها النشيد الوطني الحالي، يا غير احنا هذا الشيء اللي هذا النشيد اللي هو ما تجبري حد منا يسوى هو كم قدو يقد يحفظه، وهذه رهوالك نقص كبير في المواطنة، رجاج مواطن ما يعرف نشيده، وهذه رواية غريبة معناها علنا عندنا فعلا هذا الورشة اللي هي ظهرت علنا عندنا نقص متين في هذه الشعارات اللي أساسية هي اللي قد حد يقول علنا مواطنين من أصلها، واللي هو الجانب مثل الاقتراح اللي عدل الاتحاد من أجل الجمهورية كيف قال الأخ، احنا ما عندنا عليها اعتراض، احنا لا يا غير هي كيف هذه الرواية اللي هي اللي تخرج وعندها الجانب المقاومة قطع عنه مدة 50 سنة ولا 55 سنة ندارت عليه صليب قاطع صليب، قالوا ما قد حد يشد أخباره لأن كان فيه اتفاقيات عقب الاستقلال مع فرنسا ومحرمين قاعد حد يشد أخباره، معناها عن ياسر من الواقيش بالنسبة له ما كان خالقه
احنا درك الداله في زيد ورشه اللي هي رجعت لنا ذاكره لكن حد خاص ذاكره. سيد بالعوده اليك دكتور محمد اسحاق، طبعا بالعوده مع الاستاذ محمد يحيى الى الوراء قليلا والعوده بالذاكره الى الامور التاريخيه المتعلقه بالرموز الوطنيه كالنشيد والعلم، تعطينا صوره عن الظروف التي نشا فيها العالم الوطني الحالي والنشيد، خاصه على ضوء مقال اعتقد انكم نشرتوه اليوم او امس. شكرا. سابق ذلك لي تسمحي لي شويه نوضح للسيد الامين العام انه ذا اللي قال حول العلم احنا موافقين عليه ومتبنينه. الأرضية الخضراء مع مساحة ورمزية النجم والهلال ولونهم الذهبي ما هو ممسوس، ذي اللي مقترح إغناء معنى زيادة معناها زيادة خير، ذي الرمزية اللي عند العلم الوطني احنا محتفظين بها ومعتزين بها واستمرار لتاريخنا، يا غير ظهرنا أن خالق جانب غائب يالتو عاد يتلفت له ويالتو يندار في العالم ويظهر في العالم. فيما يخص اللون الأحمر أنا ظاهر لي لأن أغلب ألوان أعلام العالم ذي هي اللون الأحمر حاضر دائما في أغلب يكاد يكون 90% من الأعلام الدولية في اللون الأحمر. إلينا تلاون خرصوا جوارنا ذهوان في الشمال والشمال الشرقي اللون الأخضر معاه اللون الأحمر، منين خرصوا جيراننا في الجنوب والجنوب الشرقي ذا هو اللون الأخضر والأصفر والأحمر. إذن اللون الأحمر حاضر بالنسبة للشعوب كاملة لذيك الرمزية، رمزية التضحية ورمزية الفداء. العلم الوطني كيف قلنا انشأ في ظروف معينة، هذه الظروف أنه الدولة الناشئة لابد لها من يعود لها علم، وكانت الامور دائما في الاستعجال وفم ديزيشيانس بمعنى فم اوقات لابد تنفيهم الامور ونقال لنا نعدلوا عليه. حسب الروايات التاريخيه المتداوله ان تم اقتراح راس جمل ليكون علم وطني، اعترض حد قال لنا ذاك ان العلم انه يعبر عن قيمه حضاريه للشعوب ويالتها تعود ظاهره، وبالتالي قالوا نقبضوا الارضيه الخضراء لان الاخضر لون من الوان الاسلام المعروف، وقالوا لنا باكستان تسمى جمهوريه اسلاميه ان نشوفوا علمها مولي ونقبضوا ذيك النجمه والهلال اللي فيه. هذه روايه اخرى تقول لانه احد الاشخاص ايضا جاب علم وهران، مدينة وهران كان عندها علم وعدل منه العلم الوطني. الرواية الثالثة تقول كانت فهم لجنة غير رسمية مجموعة ثلاثة أشخاص ولا أربعة تداولوا حول الموضوع ونتج عنه هذا العلم. في ذيك الظروف هذا مقبول، لكن الآن ظهر لي لأنه يالتنا نعيد التفكير في ذلك. في ذيك الظروف كانت الأمور مستعجلة ولا ينعدلوا دولة ولا ينعدلوا علم بالمتاح، وفي ذيك الظروف ما كان حد مطالب باستفتاء به اللي ما يقدر صح. يا غير ضروك عندنا في وضعية أخرى، عندنا في وضعية أن موريتانيا تطورت وتغيرت بشكل كبير، وبالتالي هذا التغير اللي خلق على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الديمغرافي وعلى مستوى البنية التحتية أعتقد أن انتقلنا من وضع إلى وضع. هذا الوضع الجديد يتطلب أن ننظر في ذيك الأمور الجوهرية اللي هي الرموز الوطنية ونجعلوها أكثر ملائمة للرؤية الوطنية. أنا لا نقول لك أن إحنا لما قرينا في المدارس الابتدائية ولاهزة ربع عيدة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات المدرسة ما كان فيها علم، مدرسة النقراوية ما فيها علم، النشيد الوطني ما كنا نعرفه. وبالمناسبة نختار نقول مولي لأن النشيد الوطني في نص ما في اعتراض، ما يجد حد يعترض على كن للإله ناصرا وأنكر المناكر إطلاقا. والشخص اللي كتبه العلامة الكبير هو ذخر وملك الموريتاني كامل، ما هو ملك الجهة ولا هو ملك الشخص ولا، ومن الهامات والقامات اللي نحترموها كاملة.
هذه كلمات النشيد أنا ظاهر لي والرؤية اللي عند حزب الاتحاد من الجمهورية إنها أكثر من المطلوب لنشيد وطني. هو اسمه نشيد وطني. معنى نشيد وطني شنو؟ معناها أنه يعبر عن وطن مرتبط بالأرض، قطعة أرضية، مساحة أرضية عليها شعب عنده سيادة يعيش عليها، يرمز لها بنشيد يعزف ويغنى كيف الأناشيد الدولية والعالمية كاملة. كل الإله ناصرة، هذا توجيه وإحنا كاملين نبقوه ونسمعوه وزين عندنا. يا غير العرب تقول لكل مقام مقال. النشيد الوطني مجور منه ربط رجاش برضو، وفيه شحنة من الحماسة والعاطفة تجعلك منين تسمعه لا يتحس بذيك الشحنة العاطفية. ثانيا النشيد الوطني اللي مدور منه تربية الأجيال عليه. شاشر مازال صغار، ربما المعاني المهمة في كلمات نشيدنا ما يدركوها، يقدوا يحفظوا كيف يحفظوا محفوظات كاملة، يا غير ذيك المعاني السامية اللي فيه ما يدركوها، وهي معاني أيضا للمسلمين كافة والله بل قال للبشرية، لأنه الإنسان فعلا يالته يكون لله ناصر ويالته ينكر المناكر، لأن إنكار المناكر قيمة بشرية. إذن هو يتجاوز المدى الجغرافي اللي ندوره له النشيد الوطني. النشيد الوطني ندوروه للمدى الجغرافي، ندوروه يثير فينا حب الوطن، تضحية من أجل الوطن، التمسك بالوطن، الانتماء للوطن. وهذه أمور لا بد لها تعود مرسخة في كلمات فيها شحنة عاطفية قوية، فيها حماس قوي، وفيها تحفيز المشاعر الناس حول الوطن، تراب الوطن، أرض الوطن، حماية الوطن، الدفاع عن الوطن، الاستماتة من أجل الوطن. وهذه الأمور ما تقد تعود في ذي الكلمات اللي مهمة في سياقها وزينة في ذاك اللي وعدلت له أصلا، لأن هي ما كتبت لياك تعود نشيد وطني، هي كتبت ضمن سياق معروف توجيهي للناس لياك ضمن السلوك ليات المسلم كامل. دكتور سندخل في هذه التفاصيل بعد قليل، سنأخذ الآن جولة الصحافة ثم نعود إلى ضيوف في الاستوديو. كيف تناولت الصحافة الحوار الوطني الشامل؟ في جديد تناول الصحافة الوطنية لمستجدات الحوار الوطني الشامل، كتب موقع المستقبل: اللجنة الإعلامية للحوار تعبر عن ارتياحها لمجرياته. وفي تفاصيل الخبر: عقدت اللجنة الإعلامية المكلفة بمتابعة الحوار الوطني الشامل مساء السبت الماضي مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام الوطني على مجريات الحوار الجاري منذ 29 سبتمبر بقصر المؤتمرات في نواكشوط. وأكد عضو اللجنة الناطق الرسمي باسم أحزاب الأغلبية السيد ياربول الصغير أن ورشات الحوار شهدت خلال الأيام العشرة الماضية نقاشات مستفيضة ومعمقة، وعرفت إقبالا كبيرا يؤكد حرص جميع الأطراف المشاركة في الحوار على الخروج بنتائج إيجابية ومفيدة تستجيب لتطلعات كل الموريتانيين الذين ينتظرون مخرجات حوار وطني شامل. بدوره قال عضو اللجنة الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة السيد محمد البربص أن الحوار الجاري يسير بانسجام تام ومكن من مد جسور التواصل بين الأطراف المتحاورة، مشيرا إلى أن تباين وجهات النظر ظاهرة صحية لها ما يبررها، وذلك لأن لكل طرف مشارك في الحوار وجهة نظره وبرنامجه السياسي الخاص. وكتب موقع الصحراء: 100 حزب سياسي تشارك في حوار سياسي بموريتانيا. شارك 98 من الأحزاب السياسية الموريتانية في الحوار الوطني الذي انطلق الأسبوع الماضي في نواكشوط. ومن بين هذه الأحزاب 28 حزبا معارضا و70 حزبا من الأغلبية الرئاسية، كما تشارك أيضا 24 نقابة عمالية و90 منظمة من منظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة وممثلي الموريتانيين في الخارج. وفي موقع المحيط نت كتب المحامي محمد نول الشد تحت عنوان: حول الحوار الجاري ومخرجاته. قد تزاحمت العقول خلال أزيد من 10 أيام وما يزال الجدل متواصلا، فعبر الجميع عن آرائهم واستمع بعضهم إلى بعض وتعارفوا وأدركوا أن ما يوحدهم أكثر بكثير مما يفرقهم.
وهذا لعمري مكسب عظيم. الاتحاد من أجل الجمهورية وحلفاؤه من الموالاة والمعارضة المحاورة بجميع أطيافها وأشياعها، وفي مقدمتها حزباء التحالف الشعبي والوئام والشخصيات الوطنية المستقلة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. وفيما يخص الأفكار والمقترحات على كثرتها وتنوعها، كان التوجه العام أن ما يجري هو حوار وطني. وواصل الأستاذ الشدو: وتم التركيز على صيانة الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد وإصلاح القضاء والإدارة وتطوير وتطهير الاقتصاد والتعليم والصحة، ولم يتمسك أحد ببقاء مجلس الشيوخ، ووردت مقترحات بناءة حول دمج وتعديل أو إلغاء بعض المؤسسات والهيئات الأخرى كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الدستوري ووسيط الجمهورية. طبعا كان هذا تناول الصحافة المحلية للحوار الوطني الشامل لهذا اليوم. سأعود إلى الضيوف في الاستوديو. سأعود إليك دكتور مختار، ما هي أبرز المقترحات التي وضعت بشأن العلم والنشيد، خاصة في كتعقيب على ما قاله الأستاذ محمد يحيى أنه النشيد الوطني لا أحد يحفظ النشيد الوطني في هذه الفترة؟ شكرا. أنا أؤكد ذلك بيلي أنا على كلنا قد عود كنت صغير طالب ومشيت نقرأ شغل الخارج، والدولة كنت فيها يآمنوا حتى بالنشيد الوطني وزين عندهم يعرضوا الشاشرة كاملين ونعلنوا قاع نزالوا خلاقة يعرفوا. وعندما مثلا كنت مثلا مقابلة كرة القدم وقاموا بالنشيدين الوطنيين وسويت عن النشيد الوطني قطعني تم انزعجت بي اللي ما نعرف كلمات وشين، وهذا يرجع على التربية المدنية عندنا كانت غايبة، وعلى تثقيف النشيد الوطني ما كان خالي، وأعلن يلا في المستقبل. وهذا هو اللي هون نقول أعلن عتهم إرادة لأن يغير نشيد الوطني، معناه هم إرادة لأن تكون هم موريتاني تنطلق على أسس تعود توطد الوحدة الوطنية بتغيير النشيد الوطني وتغيير العلم، يقدر يتناول أسس مشاورة فيها جميع الموريتانيين، وهذا من اللي وطد اللحمة الاجتماعية وطد الوحدة الوطنية، والموريتانيين تكون متوافقين على النشيد الوطني واحد وعلى علم واحد. به اللي الصيف اللي تم بها إكساء النشيد الوطني يقدر بصيغة ما توافقية، واللجان كيف قال الأخ كانت هم لجنة مصغرة هي اللي اقترحت ذاك النشيد الوطني ولوك الأمور اللي عن الوطن. اليوم ما ممكن يكون هم إجماع وطني على هذا، وأنا أرى أعلن هناك اقتراحات، هناك اقتراحات اقتراح اتحاد من الجمهورية، هناك من اللي حركة فلم عن اقتراح العالم الوطني، وقد عودوا متناقضين به اللي الاقتراحين كلهم يسوق برواية أولوية عند الشخص والله عند الحزب المقترح. نأكد هون وتوفى أعلن فيما يخص هذا الرموز يلا نعودوا كاملين مجتمعين انه يلا يدرسوا في البدايه عند التعليم الابتدائي، بل عند ما قبل التعليم الابتدائي يلا يعود يشير مدرس النشيد الوطني جميع الرموز الوطنيه يلا تعود مقدسه عنده، يلا يعود ذاك هو اللي عدنا نعود نعرفه ان انت مو الوطن واحد نسعى كاملين لذلك الوطن يتقدم يتطور ما في مصلحة جميع الموريتانيين. لكن دكتور تأكيدكم على أن النشيد لا أحد يحفظ النشيد كما قال الأستاذ محمد يحيى ليس إثبات على عدم تبني الناس لهذا النشيد؟ هذا هو اللي قلت لك على أنه مثلا ما كانت هم ثقافة ما كانت هم دراسة لكن النشيد الوطني غير ملي ظهر لي على الناس ما هي جابرة راسها فيه أواتها ما هي جابرة تنبي، وأنا يلا نسعى وكيف قلت رواية واحد من الكاملين حتى يلعدنا نغيره فيها النشيد الوطني على كون كيف قال كلمات مهمة وكلمات دينية وكلمات احنا كاملين نجبروا فيها رواياتنا يقال فترة من الفترات ملي هم يلا يعود هم شيء يحفز نكهر لأن نعود منتمين للوطن ونعود نعرفه لأن كامل معاد الوطن احنا كاملين جابرين في رواياتنا ومشاركين فيه، وإن ما أظن على الإجماع إلى آخر قاعدة رواية يلا لا نمشي فيها كاملين. جيد أستاذ عبد الرحمن، أنتم كرأي شخصي اعترضتم على تغيير النشيد والعلم، ألا ترون أن كل هذه الدلالات التي تحدث عنها الأساتذة خاصة أن لا أحد يحفظ النشيد جاء قبل قيام الدولة الموريتانية بأكثر من 40 سنة، النشيد لا يعبر إلى حد كبير والعلم عن الرموز الوطنية المراد بها كون نشيد وطني وعلم، كل هذا ألا يدفعكم إلى التفكير أو التريث في اتخاذ موقفكم النهائي هو أنكم تعارضون مبدأ هذا التغيير؟ أنا بدي له صحح شي قلتي. أنا ما اعترضت على النشيد، بل أكدت كامل بألوانه ذهبية وألوانه خضراء والعلم ما اعترضت عليه. اعترضت على التغيير؟ ما أنا أكدت، أنا اللي اعترضت عليه اللون الأحمر. اعترضت عليه اللون الأحمر، بل أكدت أنه يبقى ما يطلع عليه تغيير وبررت ذلك.
اللون الأحمر اعتراض عليه أنه يعاد لون مدور تمجيد للمعارضة، يعني بعد يعني نتفاهموا عليه للمقاومة، عفوا نتفاهموا على مفهوم المقاومة. هل نحن حصلنا على استغلالنا بالمقاومة والدماء؟ وهل هذه المقاومة شاركت فيها كل الشرائح والفئات والجهات الموريتانية أم لا؟ احنا حصلنا على استغلالنا مجانا بعد طاعت فرنسا نظرا لظروف معينة عالمية لمستعمراتها غرب افريقيا للاستقلال. ماني ناكل أجد هناك محاولات من هنا وهناك رفضا لدخول الاستعمار. كذلك التاريخ اللي مكتوب عن المقاومة نلاحظه أنه تاريخ جزئي، إما يتحدث عن جهات إما يتحدث عن أشخاص، وبالتالي ما هو تاريخ شامل نتفاقه أنه تاريخ شامل للمقاومة. وبالتالي العالم لا يندار أنه يعرض في المقاومة، يلا تعود الناس كاملة شايفة في جهاتها الشيء تاريخيا مؤكد أنه علم الاستقلال حصلنا عليه بالمقاومة وبالدماء، وهذا لم يقع تاريخيا مع تذميني إذن في المحاولات اللي خلقت من مقاومة رفضا للاستعمار. ما يتعلق باللون الأحمر، وإن كانت كل أكثر الدول العالم ذاك ترمز الإعلام الحمراء في دول العالم، إحنا ما عندنا محاملين، إحنا ينطلقوا منشي من واقع نحن. أراهي جهات أخرى اللون الأحمر يرمز لشيء آخر ما يرمز عنده المقاومة. ما يتعلق بالنشيد أنا ما بتكلمت عليه، ما بطيت. طيب بتعليقكم على النشيد؟ تعليقي على النشيد أني مع الرأي اللي يقول عنها توجيهات إسلامية ضد المستعمر وخلقت زمنها وأعطت قيمتها الاجتماعية ورفض فعلا الشعب الموريتاني التعامل مع المستعمر وحكم أولاده وحافظ على عوائده وحافظ على قيمه، وأن ذي المعاني ما أن ضدها يغير الزمن يتطور، وأنا مع تغييره بمفاهيم ومعاني تخدم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، لأن هذه ما يجد حد ينكر أنه ما لا يشوف فيها ذاته. ولما اللي معاه قال أنه تشكل له لجنة ودراسة بتأنن، واللي ماني معاه مرة أخرى لا ينكررها اللون الأحمر ومعن العالم بلونه وهلاله ونجمته يحافظ عليه، والعادة لا مناصة من التغيير بعد مشكلة له لجنة وتدرسه بتأني وتقبض بها آراء جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين واللي شارك واللي ما شارك، ولا ينطلق من اقتراح واحد ولا اثنين. به الاقتراحات كيف قال الدكتور متناقضة، ذوك اقتراحهم متناقض مع الاقتراح، وأنا معترض لا للون الأحمر. سيد بعد هذا الرأي سنأخذ آراء بعض المشاركين في فقرة نبض الشارع. علم ما مانع إلى أتم شيء عبر عن المقاومة ذيك الإضافات اللي تنضاف فيه في طرح في الحوار، ونحن بعد كاملين كموريتانيين ذاك اللي يتوافق عليه الشعب ومكونات الشعب الموريتاني اللي في الحوار ذاك اللي يتوافق عليه نحن كاملين معاه داعمينه. بالنسبة لي أنا بعد النشيد الوطني على كل حال يلا لا يتطور مع الزمن، باش يتطور الزمن يتطور هو اللي هو لا معه زمن، طرحه في الحوار اللي هو الموافق اللي يلا ينطرح به اللي حوار فيه موريتاني كامل وتناقش فيه موريتاني كامل وشي فيه موريتاني يلا لا يعود فيه. بالنسبة لتغيير العلم مسألة تقعد تنطرح اللي يقعد أمام الدنيا والله وقت معين اللي يعدل فيه العلم، كانت تقعد في شرائح والله في شيء كانت مهم شيء والله كانت ما كان مطروح له بلد، ومسألة معقولة من ناحية يعني هو فهم قدسية للعلم فهمتي، يا غير إلى عاد فيه إضافات بسيطة كي المقترح اللي شفت في التداول في المواقع خطين حمر والله شيء عبر عن شيء عود لا يكرس مسألة معينة كيف المقاومة والله كيف
والله الشاعر العرق معين، والله ذاك بالنسبه لي العلم ما تغير علم نحن موريتانيا اللي فقنا عليه مثال موجود عنو نضافوا له اضافات، ذاك ما بالنسبه لي انا قاعد ما نقول له تغيير العلم، نقول له لا توف اضافات. طبعا كانت هذه اراء بعض المواطنين حول تغيير الرموز الوطنيه. اعود اليك مره اخرى استاذ عبد الرحمن، كيف ترى تعليق اخر مشارك وهو انه لا اعتراض على اضافات في العلم الوطني والاحتفاظ بالاساس وهو ما نصصتم عليه، طبعا مع اختلاف الراي حول نقطه رمزيه وجود المقاومه في هذا؟ هذا رايه الخاص، نحترمه له، وأنا مع الإثبات على العلم الوطني وضد التغيير باللون الأحمر نظرا للأسباب التي شرحتها عن مفهوم المقاومة. هل هي مقاومة شاملة وطنية شاركت فيها جميع شرائح المجتمع الموريتاني وجهات الشعب الموريتاني؟ هل نحن حصلنا على استقلالنا بواسطة المقاومة المسلحة أم كان استقلالا منحة من فرنسا لظروف دولية؟ يعني لكي نفهم لماذا أنا ضد هذه الرمزية للمقاومة بأن تخلد بلون خاص، وأحترم ما حصل من المقاومة وقت أننا يمكن أن نفكر في أشياء أخرى نمجد فيها المقاومة ونشكرها على ما قامت به، مثل يوم وطني للمقاومة، مثل تسميات بعض الأشياء كما حصل بالنسبة للمطار والتونس إلى آخره. وأما هذا التغيير بهذا اللون للسبب الذي شرحته وكون هناك مقترحات أخرى، أولى أن نحافظ على ما كان عندنا. شكرا أستاذ محمد يحيى، كيف ترى أنت كمشارك في هذه الورشات حجج المشاركين بين الذين طالبوا ودعموا تغيير الرموز الوطنية والبعض الآخر؟ احنا بالنسبة لنا مسهل فعال اللي هو المجتمع المدني، وسمعنا الطرفين وكلهم عنده حجج وذكية واضحة. يا غير خالق رواية بعد الله اللي اعلنها يلا توضح في مجال اللي قالوا الاستقلال، استقلال موريتانيا كيف قال الأخ، استقلال جاء في طريقة تفاهم مع المستعمر. يا غير هو ذاك خالق شين قال له حرب الاستقلال، وخالقين دول قلال هم اللي جبروا استقلالهم بعد الحرب. يا غير خالق الأكثرية كاملة اللي جبرت له كلها عاد عنده مقاومة في ظرفية معينة وعقب نال استقلال بعد ذاك. واحنا من ذي الفئة اللي ذا هي، وذي الفئة قد تعلنها لو كانت هي ما فيها ذيك الاتفاقيات اللي مع المستعمر مباشرة عقب الاستقلال تعود كيف الدول كاملة اللي قال الأخ أنهم دايرين الروايات الحمراء والروايات وأعطاوا أهمية لمقاومتهم يعودوا خلق فيه جرد متين للمقاومة، ولا هي تخلي رقاج في الطريق، لا هي تقبل جرد شامل، ولا هي تعود أساس اللحمة الوطنية فعلا. واللي قال الأخ أنا أرى وقلنا إحنا في المجتمع المدني في الورشات أعلن يلا يخلق جرد تام للمقاومة بفئاتها كاملة وين هي، ولا خالقة فئة يسوى الجيش الموريتاني ما عندها مقاومة ومعروفة تاريخيا. يا غير الجرد الشامل ما قد تخلق، وقلنا على انه يارتو يخلق وفم اليوم 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 الوطني للمقاومه، قلنا على انه ملي لا يعود جراء الجرد اللي نفوت يخلق الجرد يخلق يوم وطني لا تخلق فيه اللحمه، ولا يعود ذيك الساعه الناس كامله عندها إلمام بالمجهود الوطني في ذيك الحقبة الزمنية. معناها علينا فعلا إلين نعدوا الجرد ونعطوا أهمية المقاومة الشاملة في بلدنا أنها لا يتعزز وحدتنا ولحمتنا، وإذا ما يقدر يعود أشبه شيء في عملية المواطنة والشعارات. شكرا أستاذ محمد. بالعودة لك دكتور، كيف هذه المقترحات التي تحدثتم عنها للعلم الوطني والنشيد
كيف يمكن أن توائمها مع الجدلية الحاصلة لدى البعض فيما يخص المقاومة والحصول على الاستقلال ورمزية وجود المقاومة وذكرى المقاومين في هذه الرموز الوطنية؟ شكرا. أنا ظهر لي لأن فيه أمور تحتاج لتوضيح. إحنا من التو نتكلم عن المقاومة، نتكلم عن حدث تاريخي، حدث تاريخي إنه ذي البلاد جاوها غزاة. هذو الغزاة منين جاوا؟ تم التعامل معهم، تم التعامل معهم بصيغة المقاومة، معنى كانوا هم أجدادنا ما قبلوا ذي الاستعمار ينتشر فيهم دون أنهم يقاوموا. يالتنا نعرفوا موازين القوة في ذيك الفترة. فرنسا في ذيك الفترة دولة عظمى وعندها إمكانياتها الهائلة وعندها مستعمراتها اللي طوقتنا بها. احنا كنا مجتمع بدوي إمكانياته ورعوي وزراعي وإمكانياته محدودة. غير من يجي المستعمر ما قالت الناس هذا تين ورواية كبيرة ولا خلوه معكم، لا، الموريتاني يقولوا اللي خبط باللي فيده ما ذل. المقاومة خلقت وكيف ما قال الأستاذ جميع فئات المجتمع الموريتاني شاركت فيه. خريطة المعارك تظهر أعلن ذيك المعارك خرجت جميع أنحاء موريتانيا، سواء في الجنوب والله في الشرق والله في الشمال والله في الغرب، المعارك خلقت في كل مكان وكانت ضد المستعمر وشاركوا فيها الموريتانيين كاملين. بل ذيك الناس اللي نسموها قميات كانت لها مواقف وطنية وأدت ذيك المواقف الوطنية اللي عدلت إلى أن المقاومة تربح معارك ولا أن الفرنسيين يخسروا ذيك المعارك. اللي يرجع لمذكرات الضباط الفرنسيين والإداريين الفرنسيين يجد صدى أن هذه المقاومة شاركت فيها الناس كامل، بدليل أنهم ما كانوا يثقوا في قميات ولا كانوا يعطوهم الأسلحة المتطورة ولا كانوا يعطوهم ياسر من الذخيرة بهم اللي قدوا ينقلبوا عليهم في كل وقت، وكانوا يستعينوا بالأجنبي. القوة الضاربة اللي جاوا بها النصارى ما هي قميات، جاءوا هم وجابوا معاهم أجانب هم اللي احتلوا بها البلاد. المقاومة فرنسا أعلنت موريتانيا منطقة آمنة عن تريتوار باسيفي سنة 1936، معناها أنه من 1900 إلى 1936 الموريتانيين استمروا يقاوموا بقوة السلاح. بعد 1936 ما وفاة المقاومة بدأ شكل آخر من أشكال المقاومة للاستعمار، هي المقاومة الثقافية، مقاومة المقاطعة، مقاطعة المدارس، بل حتى مقاطعة المدن. منها ياسر من الموريتانيين قالوا قاعد دشرة ما وساكنة لأن ساكنينها نصارى وهاربين عن الخوبة وهاربين عن الأمور، هذه مقاومة. ذا الجهد إلى عدنا احنا جبرنا الاستقلال عاقب ذاك، ولا كانت ذيك الفترة فيها مقاومة مسلحة، ما نقولوا على أن الجزء من تاريخنا اللي ثابت أننا هنا نلغوه وننساه ونوفاه منه لأن الاستقلال جاء بطريقة أخرى. هذا ظلم ذيك الناس، هم بعد كانوا هدفهم الاستقلال وماتوا من أجله، وكانوا هدفهم تحرير بلادهم، وكان هدفهم الدفاع عن دينهم وعرضهم وشرفهم. إلى عادة موازين القوة ما سمحت لهم بأنهم ينتزعوا موريتاني من براثن المستعمر، ذاك ما يعني أن نقوله والله أنتم ما زيتوا شيء وفاو منكم ولا مخلدينكم ولا أخبرنا منكم شيء. هذا أعتقد أنه فيه الكثير من الحيف والظلم لذوك الناس اللي ضحى. مسألة اللون الأحمر المثل يقول ديكو إي ديكولير ونانسكت، مسألة الذوق مسألة، ينعود الأستاذ اللي عنده هو اعتراض ذوقي على اللون الأحمر. فهم ياسر من الناس اللون الأحمر يمثل له قيمة هي قيمة الدم، والدم مهم كما يقول مثل الدم ما يعود منه مادة رابطها الدم لك رابط قوي، خاصة الدم اللي يهراق من أجل الوطن. هذا الدم اللي أهريق من أجل الوطن سواء في المغيطي سواء في معارك المقاومة سواء في الصحراء الغربية، احنا عندنا أبطال ماتوا في حرب الصحراء.
ماتوا من أجل موريتانيا. هذا الدم إلين نعود ما نبقوا نشوفه معناها أننا مالنا أوفياء له. إحنا ما اللي بدون الدم العيش ما هو خالق. إحنا إذا كاملين الدم يجري في عروقنا ونتبرعوا بالدم. معناها أن اللون الأحمر الاعتراض عليه فقط لأنه لون أحمر، ما أعتقد أنه كافي لياك ذا الرمز الوطني المهم ما يعود موجود. كما قال الأستاذ، قال إحنا ما لنا محامرين حد. لا ينسى الأستاذ أن العلم اللي عندنا حمار في النهاية، حامرنا به باكستان، حامرنا به وهران، وحامرنا به رواخر. خلي الصيعود حمار مهم وعنده قيمة كبيرة. من يعود حمار لا ينسى جزء كبير من الموريتانيين ضحى من أجل موريتانيا، وإحنا مطالبين الصبح أن يضحي. إحنا هذو الجنود اللي واقفين تحت العلم مستعدين أنهم يموتوا، لا يقولوا لهم دمكم ذاك لا خلوه عنا، ما نختاروا، ما نختاروا نشوفوه، ما نبقوا نشوفوه دمكم ذاك، ما نبقوا نشوفوه. هذا مين قال؟ إحنا دمكم هو دمنا، ومنين اللي يهرب من أجل الوطن راهو قيمته كبيرة عندنا، وراء إحنا نبقوا نشوفوا شيء يرمزلو وشيء يقدسو وشيء يجعل أبنائنا اليوم منين يشوفوا ذا العالم لا يقولوا إحنا جدادنا ضحى، كانت أنفسهم الغالية رخيصة في سبيل الوطن. هذه قيمة مهمة بالنسبة للأجيال القادمة، إنه هذا الوطن فيه رجال ماتوا من أجله، لا بل والآن فيه رجال مستعدين يموتوا من أجله. هذا لا يظهر لنا إلا هذه الصيغة اللي مقترحين للعلم. جميل. أستاذ طلبتم التعقيب على الدكتور. نعم نعم. تفضل. أنا كيف قلت تربان، أنا ما ينفق مع الأخ على مفهوم المقاومة. هي المقاومة بالعلم وطني، يلا نتوافق على أنها مقاومة وطنية. أنا حسب قراءتي التاريخية هي مقاومة أميرية، هي مقاومة محلية، لأن ما قطي المقاومة وحدة، كانت هناك إمارات وكلها ما قابل إمارته يدخلها المستعمر وكلها يقاوم من أجل إمارته، وبالتالي هي ما هي مقاومة وطنية، هي مقاومة أميرية، هي مقاومة محلية. وإحنا ذا العلم اللي نداره والرمز اللي نداره دار مثل شيء وطني، وهذا تاريخيا هو اللي خلق عند المقاومين. ونيتعود ما الدم يتفاهم على شيء، ما عاد قلت تتفاهم على أن الدم أنه دم وطني وأنها مقاومة وطنية موحدة. هذا من ناحية ما يتعلق بقيمة ذوك الرموز اللي ضحات، وتضحية محلية وتضحية أميرية. إحنا هناك صيغة خلوا بها جهودهم وطنيين وجزء من الوطن، يعني ما هي مقاومة وطنية شاملة، مقاومة وطنية جزئية. هناك صيغ مدهم خلوا بها الجهد ونمجدوه، وقلت لك منها مقترحات، وقال هذا الأخ يوم طيب يوم وطني للمقاومة، والله للمقاومين. أستاذ عبد الرحمن إلى آخره. أستاذ عبد الرحمن، أنتم في حزب التحالف الشعبي، مفضلك مفضلك لا تعطيني ما يتعلق برمزية اللون الأحمر. فعلا الشعوب اللي علت مقاومة شاملة وطنية وتحررت بسبب ذيك المقاومة، هذا قد ترمز باللون الأحمر. هناك الصقاع جزء مهم من المقاومة، المقاومة الثقافية، وهم عندي أنا من المقاومة اللي تقول أنها مقاومة مسلحة، لأنها كما قلت ما كانت موحدة ولا نعتبرها وطنية. المقاومة يعني لا يعرف فيها شيء. أنا أهم عبد الرحمن، المقاومة الثقافية واللي يبدو لعاد هناك إضافة نضيفه لها مصحف وضلوح إلى آخره. وأنت هون تحدث الله عن جزء واحد من المقاومة المسلحة. هناك المقاومة الثقافية مهمة، وبد واحد يقترح أن يرمز لها بمصحف والله لوح إلى آخره. طيب أستاذ عبد الرحمن، أنتم حسب ما قلت في البداية أنتم لستم ضد تغيير العلم، لكن اعتراضكم على اللون المختار حاليا. هل قدمتم أنتم في حزب التحالف الشعبي مقترحات؟ ما دامت المطالب كثرت في الجلسات وفي المشاركين، هل قدمتم؟ نحن لا نقترح اقتراحا جاهزا. نحن اقتراحنا أن نحافظ على العالم كما هو، لكن من الناحية المبدئية تشكل هناك لجنة
وتدرس كيفية الاتفاق على علم وطني كل الموريتانيين يرون فيه ذواتهم. جيد، سنأخذ الآن فقرة أخرى وهي نبض الشارع. أعتقد من بعض المشاركين في قصر المؤتمرات في جلسات الحوار الوطني الشامل. بخصوص النشيد الوطني أعتقد أنه نشيد ممتاز، ولكن لو بالإمكان أن تجرى عليه بعض التغييرات بإضافة اسم الدولة أو شيء يرمز إلى مقاومتها أو ما في هذا القبيل. أعتقد أن النشيد يترك على حالته الحالية وتتم إضافات إليه. النشيد الوطني رمز قام عليه هذا البلد، ونشيد ديني محض. على كل حال نشيد طيب، ما يقدين قال فيه يكون طيب إلى عاد اللي يبقي حد يدخل بعض العناصر المتعلقة بحث قواتنا الوطنية المسلحة وتشجيعها كما هو في باقي في الدول باطل العالم، والله يدمج فيه بعض المكونات المتعلقة برموز الدولة وأساسياتها، هذا لا مانع فيه. أعتقد أنه ما هو مطروح الآن حول النشيد الوطني والرموز الوطنية وهذا النوع من الأشياء، ما دام شيء هو الدستور عبارة عن عمل بشري، أي شيء اتفق عليه المجتمع الموريتاني يجب أن يتم الموافقة عليه، معناه أن أي شيء يمكن تغييره في حدود المعقول. وأعتقد أن هنالك مقترحات، أعتقد أنها مقترحات واردة وبسيطة، وباستطاعتنا وباستطاعة المتحاورين أن يناقشوا ويتفقوا على ما يمكن اتفاقه عليها خصوصا في هذه الجوانب. طبعا كانت هذه آراء بعض المشاركين في الورشات في قصر المؤتمرات في ورشات الحوار الوطني الشامل. سأعود إلى الضيوف. سأعود إليك دكتور المختار. دكتور، التجارب التي في شبه المنطقة حول تغيير العلم وتغيير الرموز الوطنية التي يمكن استحضارها في هذا الوقت بالذات خاصة أثناء المشاورات والنقاشات، ما هي وكيف يمكن الاقتباس منها لتفعيل هذا المطلب؟ شكرا. نختار نأكد توه على أن كيف قلتوا هذو المقدسات على أنهم تعديل فيهم الطلب ياسر كيف قلت من دي جماعة، وإلى أقضان الدول المجاورة اللي قد خلق بها تعديل في ذو المقدسات. أنا أظن بوركينا فاسو، أنا أسمع تفضل أظن بوركينا فاسو قد خلق بها تغيير للعلم بل لاسم الدولة، وكان هناك عليه إجماع وطني. في الدول القريبة من ليبيا عقب ثورة خلق بها تغيير للعلم ورجعوا العلم الأول. عندنا العراق قد خلق بها تغيير في العلم وانضافت له كلمة الله أكبر. عندنا بعض جنوب افريقيا بعد الابارتيد تم فيها تغيير في العلم. هذو امور رمزيه وتخلق بعد ثوره ولا بعد تغيير في السلطه. وانا اظن على ان التغيير اللي منشود الان ينم عن اراده عودها مقطيعه مع بعض الامور الفايته واللي يمكن على كيف قلت على الرمز الجديد إذا تم موافقة عليه يعني يعود إجماع وطني وكلها يجبر فيه ذات، ولكن قلت من اللي متني الوحدة الوطنية اللي نحن نشتو لها كاملين وطن اللحمة الاجتماعية. إذن هذه أمور يلا تعود توافقية، يلا تعود فيها ياسر من كيف قال الخلطة، ياسر من الأفكار، ويلا تعودها من لجان فيها الناس كاملة وكل يقدم اقتراح. أنا مثلا قبيل في قصر المؤتمرات واحد قال لماذا ما نديرو إن بنت كحلة وحدة بيضاء، لأن موريتانيا فيهم ما ندير واحدين قالوا ما نديروا بند بيضاء اللي تعبر عن لبن. إذن هناك ياسر من الأفكار اللي قد تساعد في ذل مقيم بي في هذا الإطار. وأنا على كل نوه بها كامل نختار نأكد على نوك اللجان اللي يعودوا هم اللي درسوا الملف بصفة موثوقة وبصفة يجبر فيها ياسر من التوافق، يلا الله يمر بهم يعودوا هم الفيصل مثل النوع. جيد. أستاذ محمد يحيى، طبعا تجارب بعض الدول في هذا الصدد، البعض يتحدث على أن هنالك دول تعتمد فقط اللحن بدل النشيد، ألا يمكن أن يحضر هذا المثال خاصة كإسبانيا مثلا النشيد الوطني ومجرد لحن، أن يحضر هذا كبديل وكتوافق في التعديلات المثارة حاليا فيما يخص الرموز الوطنية خاصة النشيد؟
بالنسبه للنشيد انا كنت نرجع شويه على قضيه العلم، لانه فعلا ذكر وحدين بعد ثورات غير خارجين، وحدين خارجين دول يخلق فيهم نتيجه لتطور مجتمعي. وذاك التطور المجتمعي احنا ظاهر على انه حصل في موريتانيا، لانه اللي انت حد خلص موريتانيا 1960 والورك يعرف اعلنها في التركيبه الاجتماعيه والسوسيولوجيه وذا الشيء كامل، وحتى المسلكيات العادات برضو تغيرت معناها عن وفماتية روايات اساسيه كيف قال الاخ قد تعود لنا مهمه في التغيير اللي هو من اجل ان تنزاد اللحمه به اللي عودان على أننا ما عندنا أي ارتباط بنشيدنا الوطني وكلمات وحالته مدة الحقبة الزمنية كاملة. يالتنا نعدلوا من الحال اللي نقبلوا مثلا مجرى جديد تعود فيه جمهورية جديدة وتوافق عليها الناس كاملة، وقضية التوافق رواية مهمة بالمسألة. وهذا فعلا كيف قال الأخ لين تعد هذا الحزب أعطى مقترح، هاو الخلطة والمقترح اللي قبله هذا الخلطة اللي هم قابلين 90% فهم معناها أعلن لين تخلق لجنة فيها الفاعلين كاملين دور توخض ذاك 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 العالم اللي متماشي مع الحقبه الزمنيه اللي احنا فيها، معناها في جمهوريه ثالثه تخلق في البلد، ويالتنا نسعى وكاملين على انها تعود جمهوريه اجماع والاجماع اساسي. بالنسبه للكلمات الكلمات واللحن العكس، انا ظاهر اللي اعلن سمعت فماتيه في الورشات انهم يقولوا على انهم لا يخلوا اللحن ويعود الكلمات هي اللي تتغير، اياك تعود فيه روايه. كيف واحد الركاتيه من هذول الناس اللي اعطيتهم الكلام قال روايه صحيحه، قال ذل نشيد هو ما فيه كلمه موريتان لا سمو حد اخر قاع، وانت ياك تعود الدوله اللي انت منها اسمها موجود في النشيد اياك تعود. زيد استاذ محمد، سناخذ الان تفاعل المشاهدين مع موضوع الحوار الوطني الشامل خاصة في حلقات الموريتانية. سنأخذ فقرة عبر الهاتف الآن. شاكر سرد الموريتانيا على إتاحة الفرصة لتحدث عن أهم حدث الموريتاني الآن هو الحوار الوطني الشامل. بالتالي هذه سنة حميدة يجب على كافة الفرق السياسية أنها كلها تقبل مسؤوليته لأنه يصنّت الدخول لوقت خاصة إلى عاز المعارضة وفي المولى يقعد مدود شد أخبار وطنها الموريتانية في التسائل الجميع، وأعلن الموريتاني من اللي يجلسوا عبر التاريخ أنهم كثيرين بحل مشاكل من أنفسهم خاصة حوار بخار الشهير هذا الحوار مدى ثالثة يمنع لهم وعي بالوطنية ومسؤولية على الموريتاني اليوم جابر في موالاة معارضة من أجل رسم خريطة سياسية يجد كل شخص ولا كل حزب سياسي ولا كل توجه سياسي ذاته في الخارطة المستقبلية. ومحمد بن عبد العزيز دعا أكثر من مرة هذا الحوار عن أكثر من منبر لأنه الحوار السياسية كاملة أنها تجابر على أخبار موريتانيا كاملة لأنها تشد الأخبار بها، ولازم شيء مشحوب ولازم شيء من الخطوط حمراء. بالتالي يجب على الحوار السياسي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية وأعلن هذه مخرجات الحوار بترفع مستوى تطلعات الشعوب في راهي الصلح والنهار الثاني. انتظر فارق الصبر من فصائل الى لكلمتين ومن ذاك الى دير مدرين في صور مخرجات حقيقيه حوار جاد وخا موريتاني بهاي الدوامه توصل فيها موريتاني بدر الامان وتخدم خبات توافقيه خبات بلديه وبرلمانيه. الحوار بالحقيقه بالنسبه للمهم وجابت هم اللي عندنا بالنسبة لمشاركة جميع الأحزاب السياسية كاملة من أجل حقيقة الخروج التحرير، إذا في هناك ترفع من مستوى بلدنا وترفع من مستوى الاقتصادي ومستوى التنموي كامل على كلها السياسي. نحن نسعد الناس مشاركة فيه كاملة وتوقع الحقيقة هي مدينة أكمل كان هذه دولتنا الحقيقة من نفس التزور ولا نفس شعبه ولا نفس تفكك ولا نفس شيء. احنا بالعكس انا رايي بهذا الحوار على انه مجدي
نعم الحوار متكامل الحمد لله ما كان لجميع الأحزاب السياسية والشاركة فيه وراجعين عند الله إن شاء الله ما تلاقي خير من السلول إن شاء الله سليمة وصافة عليه كاملة وتحل مشاكل الدولة كان مشاكل موريتانا إذا عام. إذن سنواصل تفاعل المشاهدين معنا الآن فقرة تايم لاين سنبدأها من تفاعل المشاهدين عبر الواتساب. بادي هذه بدأ طبعا أشكر قناة موريتانية على إتاحة هذه الفرصة التعبير عن وجهة نظري في مشريات الحوار هذا الحوار الوطني الشامل الذي حضرته جميع الشرائح وجميع وجهات النظر كأحد الشباب الداعمين لمشروع التغيير البناء وقيادة فخامة رئيس الجمهورية أرحب بهذا الحوار وأعتبره فرصة من فخامته لالتقاء وجهات نظر الساسة وهي بادرة حسن نية لا شك في ذلك. أهل الحوار إن شاء الله حوار ناجح ومبارك وقرب إحنا وبعد الشعب الموريتاني الوقوف ملات تحاور وتتفاهموا في مصلحتنا إحنا ومصلحة دولتنا مصلحتنا إحنا الشعب اللاف تتفاهموا أنتم وتتوافقوا على اللي هو الصالح ما تعود في فوضى ولا حرب ولا شيء احنا دولة إسلامية ونختار ولا نتفاهم ونختار ولا نعود ذاك اللي هو اللي صالح لنا هو اللي صالح لشعبكم وهو التعدل والأول ما تفاهموا عليه لأن الشعب الموريتاني هو الأول في كل شيء وهو اللي الله منه مثقف يشتغل والما هو مثقف يشتغل عنده شيء وحل فيه من خلال البرنامج نختار ونوضح قضايا مهمة تهمنا احنا هون كمغتربين للمواطن الموريتاني في الداخل وللساسة وللشخصيات المستقلة والرأي العام وليك المسائل أهمها ذلك قالوا الحوار لأن الحوار ضرورة من ضرورات الحياة اللي لازم منها في العصر اليوم وبقلته يلا نشوفه اللي خلق في الدول اللي ما اهتمت به معناها أعلننا احنا في موريتان يا الله أحزابنا السياسية والمجتمع المدني نقابات وشخصيات مستقلة تقبل الفرصة تنتهزها تجابر إيه اللي قلت إجبار ما هو الحل المشاكل وكلها يبعد أكثر مسافة عن الأخر هذا لا قدر اللي يقرب للهاوية بدل البلد وإحنا بلدنا غالي علينا اللي هو موريتان ولا نبقى يكون حد يساهم معانا في وحدته. الحوار هو الطريق المتحضر لحل حالة المشاكل العالقة في البلد سواء سياسية منها كانت ومن اقتصادية ومن اجتماعية وعلى الجميع أن يدلو بدلوه في هذا الحوار ونرجو أن تكون مخرجات الحوار تلبي حاجيات وتطلعات الشعب الموريتاني. دائما مع آراء المشاركين وتفاعل المشاهدين مع برنامج الحوار الوطني الشامل الآن فقرة الفيسبوك. في رصدنا لتفاعلات رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع الحوار الوطني نقرأ ما دونه الشيخ سيدي حيب الله الناس شركاء في ثلاث خدمة الوطن والدفاع عنه وتكافؤ الفرص فيه الحوار هو السبيل لذلك. ومن صفحة مريم تمود نقرأ الحوار فعل حضاري راق ففيه تتخاطب العقول وتطرح الأفكار سبيلا إلى عمل توافقي يخدم الوطن والمواطن أسأل الله التوفيق للمتحاورين ولبلدنا الأمن والأمان. كما نقرأ ما دونه عبد الله الراعي إن التقليد السياسي يزرع غشاوته على أعين البعض ويمنعهم من التفكير والإقدام ويجعلهم حبيسي الماضي مرهونين بأفكار غيرهم. نحن الآن من نتحمل المسؤولية ومطالبون بوضع تصور كامل وشامل لما يجب أن تكون عليه الدولة. دعوا أجيال المستقبل تحاسبنا، نحن مستعدون لذلك. إن من يملكون شفقة لا حدود لها على بعض الألوان دون الأخرى وعلى بعض النصوص دون غيرها لا يمكنهم تسيير شؤون البلاد القدسية للشعب وحده. إذن كان هذا تفاعل المشاهدين معنا عبر فقرة عبر الهاتف وتايملاين واتساب وفيسبوك. نذكرهم أنهم دائما يمكنهم التفاعل معنا وإبداء آرائهم حول الحوار الوطني الشامل على الأرقام الظاهرة على الشاشة وصفحة الموريتانية على الفيسبوك. سأعود إلى ضيوفي في الاستوديو. سأعود إليك أستاذ عبد الرحمن، كيف
ترون إمكانية أو تعاطي المشاركين إلى حد الآن مع هذا الموضوع، خاصة أنه تم التمديد على أمل أن يتم النقاش، يكون النقاش موسع حول قضايا ذات أهمية من بينها تغيير الرموز الوطنية؟ أرى أن المتحاورين لا شك سيتوصلون إلى رأي جامع موحد حسب التشاور، حسب التأني، حسب كما اقترحت أن لا نتسرع ونقرر حسم الرموز الوطنية انطلاقا من اقتراح أو اقتراحين، وخاصة أن التمديد سيعطي فرصة أكثر للتشاور في جميع القضايا، ليس فقط الرموز الوطنية بل القضايا الوطنية الأخرى. شيء أستاذ محمد يحيى، لا شك وأنكم في المجتمع المدني دوركم الفعال في هذا الحوار، الإضافة التي أضفتموها في هكذا نقاشات توسيع وتركيزها ودعم المخرجات التي ستكون حاصلة عنها في دقيقة. شكرا سيدة طيبة. المجتمع المدني كان موجودا في كل الورشات، وأساسا في ورشة التعديلات الدستورية وفي الجانب الاقتصادي ورشة دور المجتمع المدني. في هذه المحاضرة الثلاثة كانت أولا كيف قلت قبيل قضية هذا الشعار الوطني، قلنا لن يلا تعود فيه خدمة وطنية للشباب الموريتاني، تعود عسكرية ولا مدنية حسب الحاجة. وقلنا علن بالنسبة للاقتصاد علن يلا تعود فماتية وكالة وطنية لينقالوا حماية البيئة. فيما يخص موضوع الحلقة وهو الرموز الوطنية، الرموز الوطنية اقتراحنا على أن يعود فماتية خدمة وطنية إضافية، وعلى أن يوم المقاومة وعلن ملي تعود فماتية جرد شامل لكل المقاومة الموجودة. شكرا لك محمد يحيى. دكتور مختار، أين يتجه برأيك آراء المشاركين حول تغيير، كيف ترجحون تغيير الرموز الوطنية؟ على كل عدة استفتاء بسيط المشاركين، والله واحد منهم 12 رقاش، 12 مع تعديلات ما يخص هذا الرموز، وستة ضدها، هي مثلا 75%. يقرن قط قال لي حد والله اللي أعلن أن النشيد الوطني المقترح يلا يعود فيه جميع اللغة الوطنية، دير فره مثلا يجي مثلا العربية ويجي النصوص اللغة الوطنية الأخرى تندار فيها. جيد، شكرا لك. دكتور محمد السحاق، كيف ترون تغيير الرموز الوطنية على ضوء حضور تغيير الرموز في الإعلام التي ترجح إلى حد كبير أن مطلب التغيير سيتم التصويت عليه؟ طبعا هو الاتجاه العام حول التعديلات، وأقول مرة أخرى أنه ما هو تغيير، هو مجرد تعديل. هذه التعديلات لأنها أصبحت مطلب وطني ومسألة ملحة، اللي ما قلنا أنه الرمزية اللي شاملة يلا تتظهر سواء في العلم الوطني والله في النشيد الوطني، لياك يعبر عن موريتاني كاملة ويعبر عن اللحم الوطنية ويعبر عن الانتماء للوطن والتجذر في الوطن. هذه مسألة مهمة، وأعتقد أن الناس كاملة تتجه حول إجماع عليها. قبل أن أكمل، لا بد من العودة لمسألة قالها السيد الأمين العام حول المقاومة لياك نصحوها. مسألة أن المقاومة أميرية ومحلية أعتقد أنها ما هي، لا تنطبق على المقاومة بشكل كامل، لأن ما يتناول خرص المقاومة نرجع المذكرات النصارى، خارج حرطاني هون في ترارزم ركيزيسيونا صندري نصراني هو وصنقته وقالوا أنه يمشي في عجالة قالوا أنه يمشي نعترم الحاسي ومشى بهم الخلوات. منين عرفوا انه هون؟ قال لهم انا عندكم منين نعتلكم الحاسي، اخباري منين نعتلكم؟ بص مسدس وخبطوا قتلوا. هذا الحرطاني ما كان امير ولا كان يدافع عن اماره. معركه نيملان ما هي معركه محليه، شاركوا فيها الموريتاني كاملين من جميع اطياف موريتاني وجهات موريتاني.
دكتور كخلاصة أن المقاومة ما هي مقاومة أميرية ولا هي مقاومة محلية، هي مقاومة شعبية وطنية شاملة للوطن وهدف واضح، ما هو الدفاع عن إمارة ولا كانت تحت راية إمارة، كانت تحت راية الدفاع عن الوطن، الدفاع عن الدين والدفاع عن الأرض والدفاع عن المجتمع، وشاركوا فيها الموريتاني كامل. ذاك الصانع اللي كان يصنع أسلحة المقاومة كان مشارك، وذيك الناس كاملة كل واحد منها شارك من مكانه، ويالتنا نذمنوه ويالتنا ذاك الدين نردوه ولاحق الوقت نردوه. وهذا هو اللي أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية وسابقه، ما كان حد يتكلم عن المقاومة ولا كان حد يسمي المقاومة، كانت أن تابو كما يقولوا بمعنى ممنوع الحديث عنها. ظرك عندنا الفرصة ويالتنا الفرصة الثمينة، موريتانيا كاملين يجابر وحولها بدون حساسيات، لأن هذا شيء وطني ورمز وطني. إذن شكرا لك دكتور محمد السحاق سعد سيد الأمين من الحزب الاتحاد ناجي الجمهورية. أشكرك أيضا دكتور مختار المخيطي المستقل. أشكرك أستاذ عبد الرحمن الوقت انتهى للأسف، الأمين العام للتحالف الشعبي التقدمي. أشكرك أيضا محمد يحيى الحمود مستشار رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وأشكر الزملاء في الإخراج مصطفى المحمد ومساعدته مانا متوحبيني. كانت موضوعنا لهذه الليلة هو الرموز الوطنية، تغيير الرموز الوطنية وحضورها في الحوار الوطني الشامل. غدا بإذن الله في المساء سيكون معكم زميلي أحمد البداها، وتعزيز دور المعارضة الديمقراطية. أشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.